الخبر الأول اللي عادنا عن ريدر وتحديد الوسام تيكت، بحيث ريدر نزل بحساب الانستغرام هذا الستوري اللي كان قايل بيت متحمسين للأغنية رح نكسر عظام ونحرك جو. طبعا ما يعرف ريدر على شنو دا يحكي او على اي اغنية دا يحكي بالضبط، فاني نزلت لكم مقطع قبل كم يوم حكيت بيه على اغنية ريدر الجديدة اللي راح تنزل بقناة ريدر الاغاني، فروح اشتركوا بيها باقي لها شوية على 80,000. طبعا الاغنية هتكون ديس تراك. الخبر الثاني اللي عدنا عن محمد جواني وتأجيل الاغنية الجديدة اللي مفروض كانت تنزل هذا الاسبوع، ولكن جواني نزل بحسابه بالانستغرام شوية ستوريات قال بيها ان الاغنية هتتأخر، وبنفس الوقت لو تدققون حتشوفون انه قصف وسام تيكت واغنية شركو لما قال انه انا مو مثل بعض الناس اللي حمسون الجمهور على الفاضي، اريد اقدم لكم شيء خرافي. المهم شوفوا الستوريات على مود تفتهمون اكثر. سعد لي ربكم يا جماعة، أنا حالياً عم جهز لشيء ماني حاب مثل بعض اليوتيوبر يلا واستنوا كل جديد وعنا ومدري شو آخر شيء يطلع بس الغنية رح تأخر كمان لأنه عم خط في شيء ببالي عم بشتغل عليه. أوكي، من الواضح إنه جواني مجهز لنا شيء قنبلة خرافية، فصراحة كلش متحمسين لها. الخبر الثالث اللي عدنا عن ماريانا وليش صارت تبكي بسبب أختها كريستين. فكريستينا نزلت بحساب ماريانا بالإنستغرام شوية ستوريات كان بيها مفاجأة أو هدية لأختها، فراح أحط لكم الستوريات شوفوها وشون صارت تبكي أختها. حبايبي، قبل شوي اختي كانت بتشتري جاكيت ما اشتريته لانه كانت نسيانه كرتها بالبيت وبعيد المكان نحن فيه نروح على تشتري منه، ما في هذا الجاكيت غير جنب البيت، فرحت هلا مثل مفاجاه اشتريت لها جاكيت. بخليكم معي، شكرا الدفع له. وبس والله ذي احنا وصلنا لهذا المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسون تحطون لايك وتشتركون بالقناة عشان يكون فايد زي مقالات مملكة الخصاص، ومع السلامة.